حي مولاي رشيد واحد من الأحياء الأكثر تهميشا في مدينة الدار البيضاء. الحي يفتقد إلى الكثير من المرافق الأساسية. هنا الكثير من المواطنين يشعرون بالحقرة نظرا لعدة عوامل. الوضع العام ديال منطقة مولاي رشيد، لأنه من التقسيم اللي وقع في التسعينات ديال تقسيم العمالة ديال مولاي رشيد على بن مسيك والجماعة على سيدي عثمان مولاي رشيد، حنا كنا كنطمحوا بان هذا التقسيم كانت غتكون ليه واحد الأولوية للمنطقة وغادي يكون واحد النهوض للمنطقة. بالعكس وقع لينا العكس لداكشي، رغم أن المنطقة تفتخر بأبناء ديالها اللي هما في أطار ديال العدل والصحة والأمن، اللي هما حق واحد الإنجاز جبار. ودابا صبح مولاي رشيد كيتلقى بنا بمنطقة الإجرام وأبناء ديالو بالإجرام، وهو عكس ذلك، أنه منطقة مولاي رشيد هي منطقة غنية فيها المجزرة، فيها سوق الجمل، فيها الديكي ديال الحوت، فيها حي صناعي، هي كتوفر الحي الصناعي، مع العلم أن هاد المداخل كلها كتجي لمجلس المدينة، وهنا المنطقة ما كتستافدش منها، وما كيستافدوش منها أبناء المنطقة، أبناء المنطقة ما لقاوش الظروف ديال العيش ديالهم كيفاش يعيشوا وكيفاش يشتغلوا، بداو كيديروا أغلبيتهم دار مهنة شريفة اللي هي بائع متجول، ودار كروسة ودار الدابة، وكاين بعض الشباب اللي هما سلكوا الطرق الملتوية ديال التخدير وديال الإجرام وديال هذاك الشيء، لأنه هو الظروف العيش ديالهم ما مساعدهمش بأنه باش يصوروا حلقة يومية ديالهم. بالنسبة للمجلس ديال الجامع ديال مولاي رشيد، كاين من واحد التهميش من جنبه بزاف كاع، ماشي لأنه ما فكرش في أبناء المنطقة. لم يتمكن حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء من التخلص من عباءة الماضي، فهذا الحي يلخص كثير من المشاكل التي تتخبط فيها الهوامش على مستوى العاصمة الاقتصادية. وانت كتشوف اخويا الوضعيه ديال الدراري وديال حي مولاي رشيد وديال الفقر، ما نقولش لك، المهم الاداري ادارات ما خداميش مع المواطنين في حي مولاي رشيد، ادارات جميع ادارات كما يكون النوع ديالها. وكاين اخو الفقر كاين اخويا، وكاين التهمش من ناحيه المواطنين ومن ناحيه جميع، كل شيء مخلي من حقه، المواطن مخلي من حقه، والجماعه والدوله مخليه من حقها. كما كتشوف هنا راه بنادمنا راه بنادم كيتشرد هنا كيموت بالفقر، هادشي شي قولات اخرين تلقى الدنيا نقيه زوينه زباله، هنايا ما كاين ما يدار، هنايا بنادم كيخرج من الحبس كيبغي يخدم ما كيخدم ماشي شي حاجه. المشاكل هنا يوميا زباله ما كتحيش، حمير مربوطين، بنادم كيستغل اي بغى شي حاجه كيستغلها، واخويا ضايعين هنا ما كاين ما يدار، واخا خدام انا بخير ما خاصنيش خير، كتشوفوا ولاد دربنا ضايعين هنا مشردين مساكن، وما كاين مسؤولين هنايا ما كيديروش خدمتهم، كيجي اللي عنده باك صاحبي كيوقفوا معاه، الخدمه ما كايناش، شي حاجه ما كاين والو، حنا كنضربوا شامل 7 الصباح حتى 7 العشيه بالفرير، شي بلاصه اخرى ما تلقاش فين تخدم، ما كاينش البديل، الدراري ضايعين مشردين مساكن هنايا كيبوها في الطوار ما كاين والو، هنا هذا الحي فاقدين وما كاين علاه ما تسلم هنا الاجرام، هنا بنادم ما كيشوف ما كيدير كيمشي يشفر كيمشي يدي ديال بنادم، هادشي اللي كاين. يحتاج حي مولاي رشيد الى التفاتة من كل المتدخلين محليا ومركزيا وكذا مجالس منتخبة، لرفع عن الكثير من سكانه التوتر والاحتقان والغبن الذي ينثابهم جراء الوضعية الكارثية التي يعيشها منذ عقود طويلة.